أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نخصصها لمناقشة ما ورد في تصريحات وزير الخارجية السعودية بشأن المفاوضات السرية بين المملكة والكويت. قال فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودية أن بلاده ما زالت ملتزمة بإجراء محادثات سلام عبر قناة خلفية مع الحوثيين. وضح الوزير السعودي في كلمة له في مؤتمر ميونخ للأمن أن القناة الخلفية المحادثات ليست جاهزة للانتقال إلى أرفع مستوى، لكنها تحقق تقدم رغم التدهور في الآونة الأخيرة حسب تعبيره. وألفت الوزير السعودي لأن الاعتداءات الأخيرة التي نفذتها ميليشيا الحوثي لم تصل بعد لمرحلة تشكيل خطر على المحادثات معها. وتعليقا على تصريحات الوزير السعودي، قال مسؤول في الحكومة اليمنية أن الحوار السعودي مع ميليشيا الحوثي لا يجدي نفعا بوصفه غير متكافئ. واعتبر وزير النقل صالح الجبواني في حديث له على شاشة التلفزيون العربي أن إسقاط الحوثيين لطائرة للتحالف يعتبر بمثابة التطور الخطير ويثبت حصولهم على صواريخ أرض جو من إيران. نتوقف عند هذه التطورات لنناقش في محورين: ما الذي تريده السعودية من الإبقاء على خط المفاوضات مع الحوثيين؟ وما هي الأحداث التي يمكن أن تقود السعودية إلى الحكم على مسار المفاوضات بالفشل؟ بلدكم الثاني. لغتان متبينتان بين المملكة العربية السعودية وبين ميليشيا الحوثي. يقول قادة الحوثيين إن القوة هي الطريقة الوحيدة لحمل التحالف على القبول بالسلام. هذا التصريح ترجمه الحوثيون بإسقاط طائرة حربية تابعة للتحالف من نوع تورنيدو في سماء محافظة الجوف قبل يومين. أما التحالف فيقول إنه مستعد للحوار مع الميليشيا رغم التصعيد الحادث في اليمن. وزير الخارجية السعودية فيصل بن فرحان خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن قال إن الكرة في مرمى الحوثيين، فهم من يجب أن يقرروا إن كانوا يريدون السلام أم فرض السيطرة بالقوة، مدللا على ذلك بأن المملكة خفضت نشاطها العسكري على الأرض في اليمن بنسبة 98% وأنه بقي على الأطراف الأخرى أن يركزوا على الوصول إلى اتفاق. سير المحادثات بين السعودية والحوثيين ليس مباشرا، فقد وصفه وزير خارجية السعودية بأنه مستمر عبر قناة خلفية. تصريح فرحان جاء فيه أيضا بأن نتائج الحوار ستصب في مصلحة اليمنيين، لكن الوزير لم يقل من ميونخ لماذا تغيب السلطة الشرعية لليمن ممثلة بالرئيس هادي عن هذا الحوار الثنائي إن كان يصب في مصلحة اليمنيين. لا نتائج حتى الآن عن أي حوار مباشر أو غير مباشر بين الطرفين اللذين يتحاوران عبر قنوات خلفية منذ سبتمبر الماضي. ملفات عدة تفشل فيها السعودية مجددا سياسيا وعسكريا، فلا هي قادرة على إدارة حوار ناجح مع الحوثيين والتوصل إلى نتائج من شأنها إيقاف الحرب، ولا هي قادرة أيضا على الضغط على الأطراف داخل معسكر الشرعية لتنفيذ اتفاق الرياض في المحافظات الجنوبية وإغلاق ملف واحد من ملفات الحرب الكثيرة المفتوحة. نبدأ النقاش مع ضيوفي من أبها الكاتب والمحلل السياسي السعودي سلمان عسكر، ومن تعز الدكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة. وأبدأ مع أستاذ سلمان عسكر. يقول وزير النقل في الحكومة اليمنية صالح الجبواني أن هذه الحوارات والتواصلات ما بين السعودية والحوثيين لا تجدي نفعا. ما الذي تريده السعودية من الإبقاء على خطوط تواصل عبر قنوات خلفية فيما بينها والحوثيين؟ بداية نحييك عزيزي وأحيي ضيفك وأحيي السادة المشاهدين. أولا الوزير الجبواني كذاب في البداية، لأن من يخون وطنيته ويعمل طيب. هذا الكلام جافة. هذا الكلام غير مسموح به على شاشة بلقيس. أولا أستاذ سلمان، أن تصف الوزير بهذه الصفة. نحن هنا نعلق ونحلل التصريحات المختلفة، يعني هل قد يكون مقبول أن يأتي أحد الضيوف ويقول أن وزير الخارجية السعودي مثلا كذاب؟ لا، الفرق ما بين وزير الخارجية السعودي تمام. دعنا نناقش المواقف هنا، نناقش المواقف أستاذ سلمان عسكر. إذا الآن وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان يقول أن هناك تواصلات مستمرة عبر قنوات خلفية مع الحوثيين، ووزير النقل اليمني في الحكومة الشرعية يقول أن هذه التواصلات غير مجدية ولن تؤدي نفعا، فما الذي تبحث عنه السعودية من هذه التواصلات؟
النقل غير دقيق يا عزيزي. المملكة العربية السعودية تتكلم دائما وتصرح بوضوح وليس من تحت الطاولة. عندما يتحدث وزير الخارجية الأمير فيصل كان حديثه واضح ولا يحتاج يعني إلى تعليق أو تحليل. السعوديين عندما يعودون وينخرطون في عملية سلمية فإن الجميع سيكون معه وسيتوافق إليهم، ولكن بشرط أن يضعوا الأسلحة وأن يتركوها وأن يعودوا إلى المرجعيات الثلاث الأساسية. ما يتم أو ما تم تناول عن موقف المملكة الدائم هو الدعم للحل السياسي أو دعوة أو الحوثيين بأن يركزوا على مصالح اليمن لا على مصالح إيران. ما نشاهده الآن على الأرض اليمنية من أعمال إيران من أعمال حوثية هو ما يصب ويسير وفق التوجهات الإيرانية، بينما يدعي الحوثيين بأن مصلحتهم اليمنيين. هل أمر غير صحيح وغير واضح؟ وهم يكذبون مثل ما يتنفسون ويدعون أن مصلحة اليمن قبل كل شيء. ما نشاهده في اليمن هو مصلحة إيران قبل أي شيء. ما طيب. يحدث الآن على الساحة اليمنية هو عمل لخلايا وخطط إيران لن يتغير شيء. هم الحوثيون الذين كانوا قبل 10 سنوات. فكان تصريح سمو وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان واضح وصريح، يعني لا يحتاج إلى وضع نقاط على الحروف. طيب إلى أي حد يركزوا على مصالح اليمن لا على مصالح إيران؟ إذا طيب. كان هذا هو دعوة لحوار سري كما يدعي البعض، وأنا لا أعتقد، لأن الكلام واضح وصريح. هو نوه طيب برأيك ما الذي يقصده؟ طيب برأيك ما الذي يقصده وزير الخارجية السعودي عندما يتحدث عن قنوات خلفية للتواصل والحوار مع الحوثيين حتى الآن؟ أنا لم ألمس هذه القناة الخلفية في يعني في حوار في كلام أو تصريح سمو وزير الخارجية. أنا لا أدري من أين أتت هذه النافذة الخارجية. أنا ما أعرف أنه تم تكلم هو عن مواقف المملكة العربية السعودية هي الأفضل الملفات الإقليمية والدولية بما فيها الشان الإيراني، مؤكدا سموه بأنه لا يوجد أي اتصالات أو رسائل خاصة أو سرية مع إيران. ثم تلا ذلك الحديث عن الموضوع في اليمن، أكد حينها بأنه في خضم التصريح ذاته بأن الموقف المملكة الدائم والدعم للحل السياسي ودعا الحوثيين إلى أن يركزوا على مصالح اليمن لا مصالح إيران، ومنوه بحرص المملكة على ذلك. لم أجد كلمة النافذة الخارجية أو ما شابه ذلك. المملكة العربية السعودية وعلى لسان وزير خارجيتها عندما تصرح بدأ تصرح بكل وضوح وبكل صراحة، وهذه التصريحات موجودة وموثقة على وكالات عالمية وأيضا على وكالة الأنباء السعودية. إذا يجب ألا ننظر لمن يحاولون أن يضعون أو يدخلوا عبارات تخدم مصالحهم أو تسعى إلى مآرب هم يخططون لها. طيب نشرك معنا بالنقاش دكتور فيصل حذيفي استاذ العلوم السياسيه في جامعه الحديدين، انضم لنا من تعز. اهلا بك دكتور فيصل. مرحبا بك وبالمشاهدين الكرام والضيف الكريم. من ميونخ قال وزير الخارجيه السعوديه ان السعوديه المملكه ملتزمه بالمحادثات التي تتم، محادثات السلام من خلال قنوات خلفيه او عبر وسطاء، لكنه يقول انها لا يمكن ان ترقى الى مستوى افضل في ظل الوضع الحالي، وأن ما يحدث من تصعيد ربما لا يهدد هذه التواصلات أو الحوارات الحاصلة الآن. برأيك ما الذي تريده السعودية، وكيف تقرأ هذه التصريحات بعد يوم واحد من حادثة إسقاط الطائرة في الجوف؟ هذه التصريحات ليست جديدة، هي مبنية على مواقف سابقة منذ 2017. تيقنت السعودية بأنها غير قادرة على كسر شوكة الحوثيين ولا على الفصل بينهم وبين إيران. ما يقوله الضيف بأنه إيران والحوثيون لهم أجندة واحدة، هذا شيء طبيعي، كما للسعودية وإسرائيل وأمريكا أجندة واحدة، يعني فلا أحد يعيب على أحد، يعني كلاهما مرتهنان لأطراف خارجية، هذا خارج الموضوع. لكن اليوم السعودية من خلال هذه التصريحات ومن خلال المحادثة التي تمت بشكل مباشر في الظهران ومن خلال ما تجري من محادثات عبر الوسيط عمان، سلطنة عمان، وعن طريق عمان وعن طريق وسائط أخرى، هي تبحث عن سلام عجزت أن تأتي أن ترغم من خلال الحرب أن تسيطر على أو أن تخضع الحوثيين لسيطرتها.
وبالتالي توجهت فقط بخلط الأوراق على السلطة الشرعية، يعني تركت الإمارة تعبث وأيضا تقصف المدنيين. يعني القصف الآن الذي طال 35 مدني في الجوف، هل هذا هو انتقام للطائرة من مدنيين وهم أيضا في صف الشرعية، ليسوا في صف الحوثيين، ليسوا حوثيين ولا مناصرين الحوثيين. يعني اليوم الحوثيون دخلوا بسلاح جديد، الحقيقة إذا ثبت بأن لديهم مخزون من هذا السلاح فهو سيتحيد الجو وسيخضع السعودية رغما عنها على القبول بالمفاوضات التي توافق هوى إيران والحوثيين وليس كما تريد السعودية. يعني طيب وما الذي يعيب، طيب دكتور فيصل، ما الذي يعيب أن يكون هناك قنوات تواصل خلفية وتواصلت ما بين السعودية والحوثيين في إطار البحث عن سلام؟ أنا لم أقل أنها ذا عندما البعض يستنكر ذلك ويقال على السعودية. فقط نريد أن نؤكد على أن السلام هو فضيلة إنسانية، كان على السعودية أن لا تغامر في حرب هي لا تقدر عليها ولا تدخل بحرب مشبوهة للسيطرة على اليمن وإضعاف السلطة الشرعية. السعودية لا تستطيع أن تنتصر على الحوثيين بنفسها، إذا أرادت السعودية أن تنتصر وتحفظ أمنها القومي عليها أن تدعم الجيش الوطني دعم حقيقي وأن تدعم اليمنيين دعم حقيقي، وهم من سينتصر على الحوثيين وهم من سيؤمن الأمن القومي الإقليمي الخليجي اليمني والسعودي. لكن هم يعتبرون اليمن شأنا سعوديا وكأنها حديقة خلفية تخصهم، وبالتالي سيلعبون بها كما يريدون، سيرمون بسلفياتهم التي ظلوا التيار السلفي الذي ظلوا يبنونه 50 سنة سيرمونه كالخردة إلى بلادنا لكي يستمر هذا العبث إلى الإقليم وإلى العالم وتتبرأ منه. يعني الحقيقة هناك خلط أوراق، هناك سوء سياسة، هناك نية سيئة ومبيتة لليمنيين. أنا لا أدري إذا عجزت السعودية عن الدفاع عن حدودها، ما الذي ذهب بقواتها إلى المارة، ما الذي ذهب بقواتها إلى شبوة، ما الذي ذهب بقواتها إلى عدن إلى الساحل الغربي. يعني اليمنيون عندهم القدرة الكافية على الدفاع عن اليمن وعن السعودية، عليهم فقط أن يجدوا التمويل المناسب. وحتى الاختلالات الموجودة في الجيش هي أيضا بلعبة سعودية، يعني لا تحسن إدارة المشهد ففرضت نفا على الشرعية بتعيينات خاطئة. طيب أعود يعني للأستاذ سلمان، إذا أردت أن تعين طيب سأعود للأستاذ سلمان عسكر. أستاذ سلمان عسكر، من حيث التوقيت قرأت تصريحات وزير الخارجية السعودي من ميونخ بأنها تودد للحوثيين، خصوصا بعد حادثة يوم مرور يوم من إسقاط طائرة مقاتلة للتحالف في محافظة الجوف، وأيضا القبض على شحنة أسلحة متطورة كانت قادمة للحوثيين من إيران. جميل، لكن يا أخي أعطيني مساحة عنك، يعني أنت تعال الرجال يعلق بدون أريحية، كل أريحية عندما يقول أن السعودية عجزت عن كسر شوكة الحوثيين. والله يا أخي السعودية ليست شريك في الحرب، هي مجرد داعمة لإعادة القوات التحالف الشرعية ورفضها الانقلاب. أما إذا وصل الأمر إلى الحدود السعودية فالمملكة العربية السعودية وقتها ستعرف من هي، وستعرف، أنا الآن أتكلم ضيفك الآن اليمن، وسيعرف من هي المملكة العربية السعودية حينها، وسيعرف كيف لن تكسر شوكة الحوثيين بل ستقطع أعناق عن الحوثيين. هذا أولا. الشيء الثاني، المملكة والتحالف جالس يدعم الجيش اليمني وفي الأخير ينكر أن ما في دعم. والله هذه مشكلة يا أخي، أنا لا أجد تعليق عليها. هل هذا جزاء المعروف؟ هل هو سلعة كفوف؟ يا أخي لماذا إنكار الجميع؟ عندما يقول أن اليمنيين قادرين على الدفاع عن اليمن والسعودية، طيب ليش ما تدافع عن بلدك من الدخول الإيراني من 15 سنة؟ الآن أخرج الخبراء الإيرانيين اللي عندك موجودين في الصفحة، ما تقدر تواجههم ولا تقدر تكلمهم. ولذا اتركوا التحالف يعمل للسعادة الشرعية إذا كنتم تريدون ذلك، واتركونا من البلبل. أما إجابة على سؤالك يا عزيزي حول إسقاط الطائرة، في عالم الحروب ستسقط هذه الطائرة، وسقط قبلها وسيسقط مستقبلا، هذا أمر طبيعي في عالم الحروب. الجميل في التحالف العربي أن يظهر ناطق التحالف ويحدد أن هناك سقوط طائرة ويتكلم بكل صراحة ووضوح، لكن الحوثيين لا يتكلموا عما يحدث لهم من إسقاطات تلو واحد. أعتقد أن الشحنة التي ألقت القبض عليها القوات الأمريكية في البحر هي جزء من التهريب الذي تقوم به إيران، وهذا لن يهدد المملكة العربية السعودية بقدر ما هو يهدد العالم. هناك تهديد للمملكة. طيب حادثة إسقاط الطائرة هي بالنسبة للمملكة العربية السعودية حادثة عادية
لذلك وزير الخارجية قال أن هذه الحادثة والتصعيد الأخير لا يرقى إلى مستوى التهديد بفشل المحادثات التي تتم عبر قنوات خلفية. لا، المملكة العربية السعودية، وأنا الآن أتكلم عن السعودية بعيد عن التحالف، لن تنحني لأحد. هو أي تحالف؟ الآن لم يتبقى في التحالف إلا السعودية والإمارات. يعني اليوم هناك تصريح أيضا ربما ليس موضوع هذه الحلقة لمسؤولين سودانيين يقول لم يتبقى سوى 650 سوداني جندي سوداني فقط موجود. التحالف هو المملكة العربية السعودية. عزيزي، أنا لا أؤمن بالتصاريح الجانبية. أنا التحالف العربي لديه ناطق اللي هو العقيد الطيار تركي المالكي، هو الذي يؤخذ منه الكلام، أما غيره فكثير ما نسمع من بلبلات هنا أو هناك، والبعض يتقول على سياسات أخرى وسياسات خارجية، لكن بالأخير التحالف لديه ناطق رسمي هو العقيد الركن تركي المالكي. عندما يقول شيء فنحن نؤمن بما يقول ونصدقه، لأنه يتكلم من واقع ومن نقل معلومات صريحة لا مبادية عليها أو منطقة رمادية. لكن الذين يرمون ببعض الأمور جزافا وكذبا ويتطاولون ويحاولون أن يضعوا من طائرة سقطت انحناء للمملكة العربية السعودية، هذا كلام يعني لا مؤاخذة صدياني وكلام لا يرقى إلى ما يحدث الآن. المملكة العربية السعودية هي ضمن التحالف العربي لاستعادة الشرعية، أما عندما يوصل الأمر للدفاع عن حدود المملكة العربية السعودية فسيرى الحوثيين أمرا مختلفا آخر. طيب أعود بنقطة مهمة أن تحدثت عنها حتى لا نتجاوزها أستاذ سلمان، أعود ب هذه النقطة للدكتور فيصل حذيفي. دكتور فيصل حذيفي، عندما تطالب بدعم الجيش الوطني كما يقول الأستاذ سلمان عسكر ففي ذلك نكران لدور المملكة العربية السعودية كداعمة للشرعية. النقطة الأخرى التي ركز عليها الأستاذ سلمان عسكر عندما تقول أنت دكتور فيصل أن اليمنيين مستعدين للدفاع عن اليمن والسعودية، يقول لك أين هم اليمنيون من الدفاع عن اليمن الذي سقطت بيد ميليشيا الحوثي دون أن يحرك اليمنيون ساكن كما يقول. الرد لك دكتور فيصل. طيب السؤال الأخير، ظهور الحوثيين هو بسبب سوء المعاملة السعودية لليمنيين على امتداد 50 عام، وبالتالي هذه الفئة من الطائفة الزيدية بحثت لها عن دعم ونجحت بذلك بسبب هذا السوء الذي يعاني منه اليمنيون. شوف المغتربين ماذا يعانون، يعني كل يوم قوانين جائرة ضدهم حتى في ظل الحرب. الشيء الثاني، اليمنيين قادرون طبعا على الدفاع، ليرفعوا الحصار، ليرفعوا الحصار عن الموانئ، عن المطارات، عن الحدود، ليرفعوا أيديهم عن القرار السياسي اليمني، عن القرار العسكري، عن القرار الاقتصادي، حتى يستطيع اليمنيون شراء الأسلحة وتصدير الغاز والبترول وإيجاد موازنة تغنيهم ودفع رواتب الجيش. يعني اليوم الجيش بلا رواتب بسبب أن هناك حصار على اليمنيين غير قادرين على إيجاد موارد لمواجهة مثل هذه التحديات. يعني عندما يقول السعودية إذا واجهت خطرا في الحدود سيكون لها رد، يعني 4 سنوات والحدود مهجر سكانها إلى العمق السعودي، يقول لي عندها قدرة. هي لو كان عندها قدرة أيضا لماذا استمرت الحرب 5 سنوات أطول؟ يعني من الغباء جدا إنه دولة تمتلك جيش قوي بإمكانات قوية وتخوض حربا بلا نهاية وبلا أفق 5 سنوات. يعني ليكن السلام من البداية. جاءت السعودية الآن لتساعد اليمنيين، أين هي المساعدة؟ أنا في تعز عيش منذ بداية الحرب، لم أجد دبابة واحدة من التحالف، لم أجد مدرعة واحدة من التحالف، لم أجد كاسحة ألغام من التحالف، لم أجد أي أجهزة كاشفة ألغام من التحالف، وأصبحت تعز تحت الحصار الثلاثي، حصار من الحوثيين، حصار من التحالف، وإهمال من الشرعية نتيجة لضغط هذه دول التحالف. يعني اليوم عدن هذه عاصمة بيد من القرار في 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 عدن؟ هل فيها رئيس؟ هل فيها حكومة؟ هل فيها سلطة شرعية؟ بيد من المهرة؟ بيد من يعني أبين الضالع الجبهات نفسها غير قادرة على أن تشتغل بشكل سليم، لأن الجيش اليمني لا يجد لا دعما لا داخليا من السلطة الشرعية بحكم الإصرار، ولا دعما من دول التحالف التي أتت كذبا وزورا بأنها تدعمه. هي دعم هذا الذي يجعل البلد تخوض حربا بلا نهاية. سنظل نتحارب حتى قيام الساعة. يعني هل هذا انتصار كبير من السعودية أنها تدخل مع دول تحالف عرمرم ضد ميليشيات غير قادرة على أن تحمي حدودها أو تحمي نفسها فقط من هذه العصابة؟ ماذا لو كانت تحارب دولة ذات قوة؟ كيف ستفعل؟ ماذا لو حاربت بشكل مباشر إيران؟ يعني هناك أكاذيب. يعني نحن اليوم في السياسة لا ينبغي أن نبالغ عندما نكون في وحل الخطأ.
أو في وحل الانحراف السياسي. اليمن والسعودية دولتان جارتان، وعليهما أن يكون من فيهم من حسن الثقة والاحترام المتبادل ما يساعدهما على حماية أمنهما القومي. أما السعودية تأتي كمستعمر وتقول والله هؤلاء حلفاء إيران، يعني السعودية ليست حليفة لإسرائيل في صفقة القرن، وليست حليفة لأمريكا وفرنسا وبريطانيا، يعني مكتوبة، يعني الكلام لا طيب ينطبق على الناس البسطاء. طيب أشكرك دكتور فيصل الحذيفي أستاذ العلوم السياسية في جامعة الحديدة، وينضم إلينا من بريطانيا من لندن أسامة الروحاني نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات. أهلا بك أستاذ أسامة. اهلا بك اخي العزيز والمشاركين الاكارم. هل هذه الحوارات التي تتم عبر قنوات خلفيه كما فهم من حديث وزير الخارجيه السعودي يمكن ان تثمر عن شيء؟ انا اعتقد مهم جدا ان نقرا التصريح الذي ادلى به الامير فيصل بن فرحان ونرى ما هو محتوى هذا التصريح. احنا اذا راينا الى ما هو هذا ما هو سبب هذا التصريح، وايضا ما هو سبب المحادثات الخلفية أو الحوارات الخلفية أو المفاوضات الخلفية تجري بين الحوثيين والسعودية، نرى أن أعتقد في تصوري أن السعودية أدركت أن علاقة الحوثيين بإيران تتعزز كل يوم تطول فيه الحرب، وعليه وجب إضعاف هذه النوع من العلاقة. ولكن أيضا هناك عامل آخر، وهو أن السعودية من وجهة نظري ترى أن أي اتفاق سلام لا يمكن أن يحدث إن لم يسبقه اتفاق مباشر مع الحوثيين ما بين السعودية وما بين الحوثيين، حيث أن الحوثيين الآن في موقف قوي جدا، وأنا أتوقع حتى إذا وصل اتفاق مباشر ما بين السعودية والحوثيين لا نستبعد أيضا أن يكون الحوثي هو حليف السعودية الأقوى داخل اليمن. ولكن دعنا لا نتحدث عن المستقبل ونرى ما الذي ستفضي عن هذه المفاوضات. فيما يخص المعارك الجارية، وصراحة إسقاط الطائرة أعتقد يجب التفريق بين شيئين. أولا لا يمكن إيقاف أي مفاوضات معينة بسبب حدث معين في خط التماس أو في ما يسمى بالعمليات العسكرية أو العمليات العسكرية الجارية. وهذا يعود لماذا تريد السعودية من اليمن، أو ماذا تريد السعودية من المفاوضات مع الحوثيين. وهنا نرى أن المباحثات ما بين الطرفين ليست حول المعارك القائمة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دوليا، وإنما حول ما تسعى السعودية لتحقيقه من تأمين حدودها الجنوبية، توقف الحوثيين عن استهداف المنشآت السعودية بالصواريخ، وأهم من ذلك كما أشرت سابقا هو أن تتغير العلاقة ما بين الحوثيين وإيران من علاقة تبعية إلى علاقة رسمية بين طرف وآخر. النظر إلى العمليات العسكرية الجارية الآن بالفعل هي ما دام المفاوضات قائمة لا يمكن أن تتوقف أو أن توقف أي مفاوضات إذا لم يوجد هناك اتفاق شامل لوقف إطلاق النار. غير ذلك المعارك دائما في أي مفاوضات تجري وتستمر، وأعتقد ما أدى به الأمير فيصل واضح جدا أن العلاقات أو أن هذا الإسقاط للطائرة لن يؤثر على المفاوضات ما بينهم، وذلك مجددا لأن المفاوضات ليست لها علاقة بالسلام الكلي لليمن، ليس لها علاقة ما بين المعركة الجارية ما بين الحوثيين وطرف الشرعية، وإنما بين ما الذي تريده السعودية من الحوثيين وأيضا ما الذي يريده الحوثيين من السعودية. لم نشهد خلال الفترة الماضية أي ضربات سعودية على الأقل على الأردن، وأعتقد ذلك في إطار التفاهمات الموجودة. لم نشهد أيضا أي ضربات بالصواريخ من الحوثيين تجاه العمق السعودي في الفترة الماضية، وأيضا نتحدث عن يعني توقف أو تخف يعني هناك أو التوترات على الحدود السعودية خفت بشكل كبير جدا، وهذا ما تسعى السعودية لتحقيقه في الفترة القادمة. إذا أردنا أيضا الحديث عن ما علاقة ذلك بعملية السلام، ما علاقة ذلك بجهود مارتن جريفيث، فهذا أعتقد مهم جدا. إذا كانت السعودية تؤمن فعلا أن الاتفاق مع الحوثيين هو شرط مسبق لأي اتفاقية سلام، فهذا يعني أن إذا تم التوصل إلى ذلك الاتفاق بمعنى أن أول مراحل السلام بدأت بالتحرك إلى الأمام، وسيأتي المبعوث الأممي لاحقا لإخراج ذلك في إطار سلام شامل. السؤال هل ذلك أيضا يرضي اليمنيين؟ هل ذلك أيضا يرضي طرف الشرعية؟ هذه هي أسئلة كثيرة جدا، ولكن يبدو من الواضح جدا أن السعودية لم تعد تثق ابدا في حكومة المعترف بها دوليا والحكومة الشرعية، وذلك بسبب الفساد المستشري الموجود فيه. بالفعل انا اتفق مع الدكتور ان السعودية دعمها للجيش الوطني هو دعم مباشر للمرتبات، ودعم ليس هناك دعم فعلي لمعدات ثقيلة
يعني في يد الجيش الوطني يمكن من خلالها ان يحقق انتصارات على الارض. وهذا يعود ايضا السؤال للسعوديه، ما هي مقاربه السعوديه في بدايه هذه الحرب؟ ما هو قرارها تجاه ذلك؟ هل هي بالفعل السعوديه من ذي سابق كانت على رغبه ان تحقق انتصارا او حسما عسكريا؟ وهذا سؤال يعود للسعوديه. في تصوري لا اعتقد انه ذلك، وهذه من القرارات الخاطئه التي ارتكبتها السعوديه في هذه المرحله. طيب سعد لك استاذ سلمان عسكر، ونحن نبحث عن ربما اجابه عن سؤال، هل هذه المفاوضات التي تحصل الان هل هي عبر تواصل مباشر ومعرفه من قبل الحكومه الشرعيه؟ يقول استاذ سلمان ربما المملكه اليوم وصلت الى قناعه انه اذا ما ذهبت نحو سلام فلا بد انه يكون بين طرفين، بين المملكه والحوثيين، الى اي حد هذا الطرح صحيح؟ المملكة العربية السعودية دائما مع السلام، وليست تبحث عن سلام، دائما المملكة العربية السعودية مع السلام وتحرص على السلام. ولكن يا اخي لا زلت اجدد، واريد ان اصحح معلومة لاخك لضيفك من بريطانيا حول توقف الحوثيين والتحالف العربي، هذا الكلام غير صحيح. قبل امس كان هناك استهداف لمحافظة خميس مشيط في منطقة الحسير عبر الطائرة المسيرة وتم اسقاطها. انا لا اعلم يعني هؤلاء يعني هل يتابعون الاخبار؟ هل يعلمون بما يحدث ام لا يعلمون؟ هذه كارثه. انا اتكلم من واقع عن الان ابعد عن خميس مشيط قرابه يعني 10 كيلو، ولكن ايضا وسائل الاعلام وصد الدفاعات الجويه كان واضح وصريح. اضافه الى ذلك التحالف. استاذ سلمان؟ طيب يبدو ان فقدنا الاتصال بالاستاذ سلمان عسكر. على العموم شكرا جزيلا لك الكاتب والمحلل السعودي سلمان عسكر، كنت معنا من أبها في المملكة العربية السعودية. أختم مع الأستاذ أسامة الروحاني، أين هو موقف الحكومة الشرعية برأيك مما يحدث من هذه اللقاءات؟ وأيضا معروف أنه عن جماعة الحوثي أنها فقط تستخدم أي مفاوضات ربما لكسب مزيد من الوقت، فما الذي تهدف إليه من خلال هذا التفاهمات أو التواصل الحاصل الآن؟ انا اعتقد ان الحكومه الشرعيه هي يعني حكومه المعترف بها دوليا شبه في حاله شلل، لا توجد اي تحركات من قبلهم، لا توجد ايضا وحده صف في داخل صف الشرعيه، هناك تجاذبات مختلفه داخل صف الشرعيه، هناك ايضا معسكرات مختلفه في الصف الشرعيه يجعل من موقفها ضعيف جدا ان يكون لها على الاقل موقف ليس موقف سياسي وإنما تحرك سياسي يمكن أن يحرك الأمور. الحكومة اليمنية لا تتحرك، الحكومة اليمنية ميتة. السؤال اليوم من هي الحكومة اليمنية؟ من هي الحكومة الشرعية؟ عن أي طرف نتكلم؟ هل نتكلم عن رئيس الوزراء؟ هل نتكلم عن الوفد المفاوض؟ هل نتكلم عن الأطراف السياسية المختلفة؟ هل نتكلم عن الوكالات المختلفة سواء للسعودية والإمارات؟ هل نتكلم عن سعيد؟ هل نتكلم عن شبوة؟ عن مأرب؟ عن الحديدة؟ ماذا نتكلم عن الخطة الشرعية؟ الخطة الشرعية اليوم لا أحد يعرف من هو الخطة الشرعية، هذا النوع من التفكك في داخل هذا الصف يجعل موقفها ضعيف، يجعل عدم وجود أي موقف سياسي يتوجه نحو السلام. السعودية لها أشهر عدة تقوم بمفاوضات مع الحوثيين لم تشرك فيها الحكومة الشرعية إطلاقا. وهذا قد يجيب على تساؤلات كثيرة، لماذا لم تقوم الحكومة الشرعية أو الحكومة المعترف بها دوليا خلال الفترة الماضية بأي تحرك سياسي؟ سياسي بالمعنى السياسي، بمعنى تحريك الامور، بمعنى اتخاذ مواقف معينه، بمعنى الخوض في نقاشات، حتى احداث اي تغيير على ارض الواقع. احنا نرى يعني اذا اخذنا احد الامثله البسيطه جدا، ما حدث في نهمه وما تناقلته وسائل الاعلام وتقدم للحوثيين في الفتره الماضيه، اذا راينا ذلك نرى ان هناك صف الشرعي لم يكن مستعد لهذا النوع من المعارك. خمس سنوات هذه المعركه متوقفه، لم يستطع الحوثي او الحكومه الشرعيه ان تقف في موقف قوي امام ميليشيا، ولم تستطع ان تحرز اي تقدم. اذا راينا ايضا ما هو مواقف المعسكرات المختلفه داخل صف الشرعيه في المعركه التي تدار على الارض، ترى ان بعض المعارك تشد معارك في طرف معين في الحديده او لنقول في نهم او الى اخره لاضعاف طرف محلي اخر في منطقه اخرى. على سبيل المثال اذا كان وجود اي تحركات نحو عدن كما شهدنا في الفترة الماضية، ترى أن هكذا هجوم على الحوثيين يجعل من الشرعية أن تغير مساراتها حتى داخل، هي منشغلة بهذه التفاصيل. أيضا أشكرك. الصف
الصف الاخير او الصف الاول للشرعيه التي تتعامل معه السعوديه بشكل مباشر لم يظهر اي تحرك جاد نحو انهاء هذه الحرب، وما زال منغمر في الفساد المستشري في صف الشرعيه. أشكرك جزيلا أسامة الروحان نائب المدير التنفيذي لمركز صنعاء للدراسات، كنت معنا من لندن. في ختام هذه الحلقة تحية طاقم البرنامج، في أمان الله.